صدع ما فيه ظن وتشكيك، ترى المركز الثاني قريب من الأول، تفاخر بحفل اليوم وفرح 100 عام وهو خيعان 100 سيف و100 نافع. الشيخ سعد بن هلال وجماعتهم الله يحييهم، مرحبا ومسهلا. ومرحبا بسبيعة الغريب، مرحبا بأهل الغريب، الله يحييهم. يلا لا 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 يا لا 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 لا
المويه هذه المويه أقدم لكم اعتذار عن الشيخ حسين الجنيه الشيخ كبير تجربه عن الحضور وذلك الارتباطات المسبقة لديه. وفي هذا الكرنفال المشرف والغير مسبوق تعجز فيه الكلمات ويخون القلم للتعبير عن مشاعري ووصف شعوري، فشكرا لبرنامج شاعر المعنى، وشكرا لقناة الساحة، وشكرا لأخي العزيز الشاعر ناصر القحطاني، وشكرا لأخي الشاعر عاطف بن معيوف البقمي على موقفه الغير مستقيم. أصيلة لها الطيب له بين الرياجيل رجال، والسعيدة مشالها لأجملها، والشيخ يستاهل على كل الأحوال، ابن ملاح كل جزلة فعلها، لفي دروب الطيب مخرج ومدخل، وبيبان بيت فاتحة ما قفلها، وحمود ظافر تنضرب فيها الأمثال، واقف وصلها نسل الرجال أهل المواقف الأبطال، لا تلجني بماشي شيء، لا تلجني بماشي حي جهلها، سعد الخوي دايم واقف اجزال، يوم المواقف ما لها غير اهلها، سعد الخوي دايم جيلا بعد جيل مواقف لم يقتصر بها على القريبين منه، بل تجاوزت ذلك حتى شملت كافة قبائل المملكة. استاهل يا ابو منعم، استاهل استاهل استاهل. لحظة تعال تفضل، تعال ما خلصت، استاهل اكبر من كذا، استاهل ابو منعم، اي والله تستاهل. هذا باني بن سعيد بن مذيب من طيبين ربعنا، هو جيبانه ومن عرافه ومن اعيانه وعلومه طيبه في كل مجال، والرجال سبق ان اهدى له على عجمي حصان، وهذه هدايا الليله، وانا اسميه باني ابو الخيل، ويستاهل ابو سري وبالعلوم الطيبه. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. فهد المعطان، الدكتور فهد هو رئيس الرابطة العربية للثقافة.